أهلا بكم وتتبعي أخبار المنتخب الجزائري. إذن جبل الماضي يستقر على إجراء تربص المنتخب الجزائري في النمسا شهر أكتوبر المقبل، ويتخلل هذا التربص مباراة ودية. وفضل جبل الماضي اللعب ضد منتخب إفريقي في أوروبا وليس ضد منتخب أوروبي كبير عكس ما رجا سابقا. في الآخر لا تنسوا إعجاب بالفيديو وشكرا.